ها انا بقرب ليه لاقرب 10. اول حاجه بعملها ايه؟ بحط صفر عشان اقرب 10، يعني فيها صفر واحد. تاني حاجه بضع دايره حوالين خانه العشرات اللي هو الصفر. تالت حاجه بعملها بسال الرقم اللي قبليها. هسال ايه دلوقتي؟ هسال 4. يا 4 انت كريمه ولا بخيله؟ هتقول لك انا بخيله باسلوب وحش كده. يعني ايه بخيله؟ يعني مش هزود حاجه. يبقى الصفر ينزل زي ما هو، والرقمين اللي بعد كده ينزلوا زي ما هم. يبقى 9004 بتساوي تقريبا 9000. طيب عندي رقم زي اللي قدامي ده، 965 و7 من 10. طيب انا بقرب لاقرب ايه؟ لاقرب 10. اول حاجه بعملها ايه؟ بحط صفر عشان ده اقرب 10. تاني حاجه احط دايره حوالين خانه العشرات. ها فين خانة العشرات؟ السبعة؟ الخمسة قصدي؟ لا، لا السبعة ولا الخمسة. ها اللي على اليمين ده اسمه الجزء العشري، ملناش علاقة بيه خالص. احنا عايزين خانة الايه؟ العشرات. الخمسة دي أحاد ودي عشرات، يبقى أعمل دايرة حوالين الستة وأسأل الخمسة: يا خمسة أنت كريمة ولا بخيلة؟ هتقول لك أنا كريمة. يعني إيه كريمة؟ يعني هزود واحد على الرقم اللي بعديه اللي هو الستة. 1 و6 7، والتسعة تنزل زي ما هي. تمام، تعالوا نشوف المثال ده وركز فيه أوي. أنا بقرب لأقرب إيه؟ لأقرب 10، أحط صفر. فين خانة العشرات؟ أهي التسعة التانية دي. أسأل التسعة اللي قبليها: أنت كريمة ولا بخيلة؟ هتقول لك أنا كريمة. يعني إيه؟ يعني هزود واحد. تمام، 1 و9 10، أحط الـ10 كلها؟ ما تعودناش على كده، طالما في أرقام بعديها ما أحطش الـ10 كلها، أحط صفر ويتبقى معايا واحد. واحد هزوده فين؟ على التسعة. 1 و9 10، أحط الـ10 كلها؟ لا، لسه في رقم، أحط صفر ويتبقى معايا واحد. 1 و9 10، احطها كلها؟ اه، ما تبقاش اي رقم. يبقى كده انزل الـ10 كلها، وكده يبقى 9999 هتساوي تقريبا 10000. عاوزكم يا اولاد تركزوا قوي على اعداد الكريمه والاعداد البخيله. الاعداد البخيله اللي هي ما بتزودش حاجه، اللي هي الصفر والواحد والاثنين والثلاثه والاربعه، دي ما بتزودش اي حاجه على الرقم اللي بعديها. طيب الأعداد البخيلة الكريمة اللي هي الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة، دي بتزود واحد على العدد اللي بعدها. تمام أوي كده، ركزوا أوي في حكاية الأعداد البخيلة وحكاية الأعداد الإيه؟ الكريمة. طيب ده كان بالنسبة للتقريب لأقرب 10. هناخد دلوقتي تاني حاجة التقريب لأقرب 100. طيب لأقرب 100 يعني أبص لخانة الإيه؟ من اسمها لأقرب 100 أبص للخانة المئات، خانة الإيه؟ المئات. يعني أحط دايرة حوالين خانة المئات؟ أه، أحط دايرة حوالين خانة المئات. ناخد مثال؟ ناخد مثال نفس اللي كنا بنعمله في التقريب لأقرب 10 هنعمله في التقريب لأقرب 100. طيب المثال بيقول لي: قرب الأعداد الآتية لأقرب 100. أول حاجة بعملها إيه؟ دي الأقرب إيه؟ 100. المية فيها كام صفر يا ولاد؟ فيها صفرين، يبقى أحط صفرين. تمام؟ أول حاجة أشوفها لأقرب 10، الـ10 فيها كام صفر؟ أحط صفر. أنا عندي هنا لأقرب 100، المية فيها كام صفر؟ فيها صفرين، أكتب أول حاجة أعملها أحط الصفرين. تمام؟ طيب، تاني حاجة أعملها دي لأقرب 100، يعني أعمل دايرة حوالين خانة العشرات ولا المئات؟ خانة المئات. الاتنين دي أحاد، التمانية عشرات، التلاتة مئات. طيب بسأل الرقم اللي قبل اللي أنا حاطط دايرة حواليه، هسأل الاتنين؟ لا، هي الاتنين دي قبل التلاتة ولا التمانية اللي قبل التلاتة على طول؟ أنا بسأل الرقم اللي قبل اللي أنا حاطط حواليه دايرة على طول. أنا عندي الاتنين؟ لا، ماليش علاقة بالاتنين، أنا بسأل التمانية. عفوا، بسأل التمانية أقول لها: يا تمانية أنت كريمة ولا بخيلة؟ هتقول لي أنا كريمة. يعني بتعملي إيه يا تمانية؟ يعني بزود واحد على الرقم اللي بعديها اللي هو التلاتة.
واحد وتلاتة تبقى كام؟ أربعة، والتسعة تنزل زي ما هي. ناخد مثال تاني، أنا بقرب لأقرب 100، خلاص الموضوع بقى سهل خالص. بقرب لأقرب 100 بحط صفرين، بعد كده أعمل دايرة حوالين خانة المئات، أحاد عشرات مئات حوالين التلاتة. بعد كده أسأل الرقم اللي قبلها، اللي قبلها إيه؟ ستة، كريمة ولا بخيلة؟ كريمة. تزود ولا ما تزودش؟ تزود. يبقى التلاتة دي تبقى كام؟ تبقى أربعة. أربعة اتنين واحد. طيب نيجي للسؤال التالت ده. أول حاجة أعملها نبرر لأقرب 100، أحط صفرين، تمام؟ بحط إيه؟ صفرين، وأحط دايرة حوالين خانة الإيه؟ المئات، وأسأل السبعة، يا سبعة أنت كريمة ولا بخيلة؟ هتقول لي أنا كريمة. يعني بتعمل إيه؟ يعني بزود واحد. بزود إيه؟ واحد. واحد على التلاتة تبقى أربعة، أدي خمسة أربعة. طيب ناخد مثال بقى، يبقى فين اللي قبل اللي أنا حاطط حواليه دايرة بخيل؟ ناخد مثال كده، هنقول مثلا ده أربعة ستة اتنين أربعة واحد، بتساوي تقريبا إيه؟ تعالوا نبص كده، أنا بقرب لأقرب 100، تمام؟ يبقى بحط صفرين، أدي أحاد عشرات مئات، أربعة أهي. أسأل اللي قبل الأربعة اللي هي الاتنين، يا اتنين أنت بخيلة ولا كريمة؟ هتقول لك أنا بخيلة. طيب يعني بتزود ولا ما بتزوديش؟ ما بزودش حاجة، وترد عليك بقرف كده، يعني مش هتزود إيه؟ حاجة، يعني الأربعة تنزل زي ما هي واحد، تمام كده؟ وده كان تاني حاجة خدناها، التقريب لأقرب 100. درس سهل خالص خالص. طيب ناخد بقى التقريب لأقرب 1000. ناخد التقريب لأقرب إيه؟ 1000. أقرب 1000، يبقى بحط دايرة حوالين إيه؟ خانة الإيه؟ خانة الألوف. خانة الإيه؟ الألوف. طيب ناخد مثال، الموضوع سهل، إحنا فهمناه كويس جدا. قرب الأعداد الآتية لأقرب 1000. تعالوا نبص كده، لأقرب إيه؟ 1000. يبقى أحط صفر ولا اتنين ولا تلاتة؟ الألف يا مستر فيه تلات أصفار، يبقى أحط تلات أصفار الأول، أدي صفر اتنين تلاتة. طيب تاني حاجة كنا بنعملها يا مستر، أنا هنا بقرب لأقرب 1000، يبقى أحط دايرة حوالين خانة الألوف، أحاد عشرات مئات ألوف، يبقى حوالين الإيه؟ الأربعة. حوالين الإيه؟ الأربعة. أسأل اللي قبل الأربعة اللي هي التلاتة، يا تلاتة أنت كريمة ولا بخيلة؟ هتقول لك بخيلة. يعني إيه يعني بخيلة؟ يعني مش هتزود حاجة، وتنزل الأربعة زي ما هي والاتنين. مثال كمان، مثال كمان، أنا بقرب لأقرب إيه؟ 1000، يبقى أحط كام صفر؟ تلاتة. طيب فين خانة الألوف؟ آحاد عشرات مئات ألوف، التمانية، حطينا دايرة حوالين التمانية. نسأل الرقم اللي قبلها السبعة، يا سبعة أنت كريمة ولا بخيلة؟ أنا كريمة. هتزودينا واحد؟ هزود التمانية واحد. لما أزود التمانية واحد تبقى كام؟ تسعة وخمسة. طيب ناخد مثال كمان، أنا بقرب لأقرب 1000، يبقى تلات أصفار، خلاص الموضوع بقى سهل خالص. تلات أصفار نحطهم الأول، بعد كده نعمل دايرة حوالين خانة الألوف، أحاد عشرات مئات ألوف حوالين الاتنين. ونسأل الأربعة، يا أربعة أنت كريمة ولا بخيلة؟ تقول لك بخيلة. يعني مش هتزود الاتنين حاجة؟ لا مش هزودها حاجة، يبقى تنزل الاتنين زي ما هي، واحد سبعة. وبكده يكون درسنا انتهى النهاردة، وأظن إن الدرس كان سهل جدا ولطيف. ابتدوا بقى حلوا تمارين عليه، ونلقاكم إن شاء الله في تكملة درس التقريب، اللي هو في التقريب لأقرب عدد صحيح أو وحدة، والتقريب لأقرب جزء عشري، نعمل له فيديو تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.